خطة اقتصادية طموحة طرحتها الحكومة العراقية على الصين تتمثل بربط طريق التنمية بمبادرة الحزام والطريق الصينية. الخطة تسعى لتعزيز الشراكة بين البلدين والاستفادة من خبرات شركات الصين في الصناعات التحويلية المتعلقة بالنفط والغاز المصاحب لإنشاء عدد من المشاريع الضخمة كمصانع البتروكيماويات والأسمدة المحافظة على البيئة لتكون مكملة لمشروع طريق التنمية الرابط بين أوروبا والشرق، وليبقى للعراق دوره المؤثر في مبادرة الحزام والطريق. كل هذه المبادرات يمكن للحكومة العراقية دمجها مع طريق التنمية من أجل خلق صيغة تبادل تجاري واقتصادي ما بين العراق والصين خلال السنين القادمة. وبهذه الحالة سيبقى العراق اللاعب المؤثر والأساسي في مبادرة الحزام والطريق وكذلك في طريق التنمية. المكاسب لا تقف عند الاقتصاد، فللسياسة دورها أيضا في إنجاح هذا المقترح، إذ يجعل العراق قريبا من الجميع دون الدخول في لعبة المحاور والخنادق عبر توازن اقتصادي مع معظم الفواعل الدولية في المنطقة والعالم. بالتأكيد العراق يبحث عن التنمية الاقتصادية لدعم الحركة السياسية ولدعم الاستقرار للدولة العراقية، وبالتالي قد يكون هذا هو هدف السلطة التنفيذية في عملية خلق توازن اقتصادية مع كبرى المؤسسات الدولية ليكون نموذج في تقديم العطاء وسد الحاجة الاقتصادية ومنها الاستقرار المالي. بالتأكيد كل الاستقرارات هي تهدف إلى استقرار الوضع السياسي، واعتقد اليوم العراق عودت للأسرة الدولية في النشاط الاقتصادي ونشاط التنمية قد يعطي تجربة حقيقية للاستقرار الذي حصل. ويرى مراقبون أن الحكومة تتجه لتطوير طريق التنمية بالانفتاح أكثر على التنين الصيني ومبادرة الحزام والطريق للاستفادة من الخبرات الصينية المجربة، وخاصة في التطوير الصناعي وإرساء مبدأ الانفتاح على الجميع دون وضع كل البيض في سلة اقتصادية واحدة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.